يقول: رأيت شخصا يعمل غالب الأعمال التي لها عدد بعدد الوتر، ويقول إن ذلك من السنة، فهذا أفضل من الشفع، فهل لهذا أصل في السنة المطهرة؟ ليس لهذا أصل في السنة المطهرة ولا في الشرع، لأن العبادات منها ما هو شفع ومنها ما هو وتر. فمثلا صلاة الفجر هذه شفع، نعم، صلاة العشاء وصلاة الظهر والعصر هذه شفع، وصلاة المغرب وتر، وكذلك الوتر الذي بعد صلاة العشاء الذي هو من آكد النوافل هذا وتر. فالعبادات منها ما هو شفع ومنها ما هو وتر، والإنسان يؤدي كل عبادة حسب ما شرعها الله سبحانه وتعالى، إن كانت شفعا يؤديها شفعا، وإن كانت وترا يؤديها وترا. نعم. لا، هو ربما لا يقصد العبادات بذاتها فقط، بل ربما حتى في تعامله الآخر مع يعني نفسه، أو في أكل أو شرب أو نحو ذلك السؤال ما هو؟ في العدد. أعد السؤال. سؤال يقول إنه يفضل عدد الوتر في أعماله، ويقول إن ذلك من السنة، كأن يأكل مثلا هذا ما ورد فيه وترا أو استحباب يشرب الوتر. وترا. نعم، استحباب الوتر في الأعمال، مثل في الاستجمار 3 أحجار أو 3 مسحات، نعم، مثل أكل التمرات الإفطار 3 تمرات وترا. مثل هذا. نعم، فمثل هذا نعم وردت به السنة، إن الله وتر يحب الوتر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر في بعض الأشياء، فما وردت السنة باستعمال الوتر فيه كما ذكرنا هذا تبع الوارد، ما وردت السنة في أنه يستعمل وترا فينبغي أن يعمل وترا.